أنا بالنسبة لي أنت لما قلت خيال علمي، أنت جالس تتفرج مثلا إكمال قصة كريستيانو مع ميسي. الكل أغلب العالم توقعوا أنها تنتهي القصة هذه، أو ما يمكن ما تقول لما راح القارة آسيا. ولكن زي ما قلنا احنا في بعض احنا في التقدم اللي قاعد يصيرنا في الرياضه، في الفعاليات اللي جالسه تصير، في الافكار الجديده اللي جالسه تصير، برضو اضافه الى ذلك يعني انا اقول النوايا تكسب. يعني موسم الرياض كان من باريس وبين نادي النصر والهلال، احنا برضو اللي شجعنا انك بتجيب باريس سان جيرمان، بتجيب ميسي وبتجيب مبابي، واحنا الفرقه اللي بنلعب فيها برضو ترى فرقه عالميه، بتقابل برضو كريستيانو، بتقابل تاليسكا، بتقابل كاريلو، يعني لاعبين برضو معروفين. الدوري اللاعبين الموجودين عندك، يعني انت لو جيت قبل 5 سنوات 6 سنوات وجبت الفرقه هذه من بتقابل؟ يعني فلذلك في قفزه في ال3 سنوات 4 سنوات، قفزه نوعيه قاعده تصير في الرياضه السعوديه، ولاعبين وتواجه فيهم الفرق هذه. يعني الان أنا متأكد في السابق ممكن الواحد بروح يتفرج على باريس سان جيرمان، الآن لا، حتى بيتفرج على فريقه. الآن في السابق ممكن يشجعون باريس سان جيرمان على الفرق المحلية لأنهم أغلبهم عشاق، الآن لا، بشجع الفريق اللي عندي بالنجوم اللي عندي على اللاعبين الموجودين عنده. بالتأكيد في جمهور لاعبين معينين، ولكنك برضو عندك فريق ثقيل جدا من اللاعبين اللي في الدوري السعودي. بصراحة يشكر القائمين على موسم الرياض، يعني فعلا ولا في الخيال، حلم في الجو هذا وفي الأجواء هذه وزي المباريات هذه، برضو اختيار الملعب والتوقيت أكثر من رائع، وبإذن الله يستمتعون الشباب اللي يحضرون ويستمتعون برضو الناس اللي ما لقت تذاكر يعني.